بنا دوش بس شو ناجين هنا يعني نبيسو أول حاجة شعنا شوية ديال القرآن في الدار هاول ضحلة طبعا وجبرتوني مع صاحبتي ليلى هي اللي كتعاوني جينا هنا نقيو شويه الدنيا بدينا مفرن حيت كما قلت لكم البارح حاولنا نغسلو ولكن والو صراحه ضاع على حسب كي تغرس عديد ميركادونا ما بغاش يتصلصل صرا كنوسخ بزاف وجبرتونا باقي كنغسلو باقي كنفكو شويه بان شويه الصراحه واخا مصبغ بيرو بوينو ومن بعد بدينا نخملو هذا المجر هذا اللي عندنا هنايا عند واحد المجر سيكريتو اللي كيجي في هذا الوحد ديالو باش نوريهم لكم باش كيعملوا فيه مغارف وداكشي صراحه ما شفتوش حتى البارح هذاك شفناها انا وماما ابارتي عنده ميسا هي هنايا ميسا د الكوزينه شفتي هذا على حساب مسحنا من الجار هبط مسحنا هنايا كاين واحد المسا هنايا سيكريت هذاك عندي واحد طامبوليت نقدر نجلس ناكل هنايا وين دابا جبرتوني طلعت مي كديري الصوفه اللي واجدكم قبيلاتي وغادي نطلعوا فوقي باش كدابا نمشيو نشوفوا شنو غنعملوا بديك الماريو صراحه كنتمنى يا ربي تبيت ويجي مزيون كنتمنى ملي كنت وريتكم بيت النعاس هذا كان ماريو باقي هنا يدعقلتو عملتو في هاد الجهه هذه بلاتي عملتو هنايا كما كتشوفوا عملتو في الجهه هذه حقا باب كتبقى حاده قدام ما كتحلش بزاف بيرو وانا كندوزو يعني ما كاين حتى شي مشكل كما كتشوفوا الكلور ديالو ما عجبنيش غادي نحاول نصبغو في البياض بالنسبه ديال هاد الحيط هذا ان شاء الله يا ربي كما شفتوا كانوا مبيضين والجهه اللي كان فيها ماري ما بيضوش باقا عليك ان شاء الله يا ربي طلبت كاغط عطا نمشي نجيبوه وغادي نلصق فيه الكاغط هاد الحاجات هنايا كنا حيدنا منه هاد المرايات هذا ديال هنايا غادي نرميه يبقى دابا غادي نبداو بينتور ان شاء الله يا ربي اول حاجه قبل ما نبدا نصبغ البيبان كان خصنا ضروري نفسخو البيبان نحيدوهم من تما ليلى كانت كتعاوني كتفسخهم بوينو اللي هي فسخت اول باب شفت هاد البولسات هادو صراحه كنت غادي نفرشهم في الارض ولكن قلت في الانترنت كمل احسن يسبنترو هاد المبلس هادو يكونوا هيدا ممدودين باش ما باش بحال ما كنقول لكم ما يبقاش هنا يقطر الصباغه ما تمشي قطاطر هيدا على داكشي غادي نشبر هاد البولسيطه هادي غادي نفرشها في الكاما باش ما توسخش الكاما غادي نعملها فوق الكاما عندك غادي نبدا الليمار وداكشي المهم حاجه بحاجه غنوريكم بون عملتها فوق الكما كيما شفتو ودابا جبرتوني غادي نملا غادي لي خار لا ماعرفتش كيفاش كيقولو بالعربيه بحال غادي تنجر هكدا شويه من فوقي تحكا هيدا قايلة غنحكا ان شاء الله بالعسل على لي شفت فيديوهات في الانترنت اول مره غادي نصبغ شي حاجه هاد اللوحي هداك الشيء باقي يلا كنجرب ها اللي قلت في الانترنت ملي كتكون واحد سوبرفيتي اللي فيها شويه ديال البريو يقدر ما يشبرش فيها كولور مزيان هداك الشيء من الاحسن تحاك تتمسح عليك تبدا تصبغ بعدا من بعد ما حكيت مزيان خصنا نحيدو هاد البلواد اللي كاينه هنايا شفت الانترنت بان خصك تحيدو بالخل انا ما عنديش الخل ولكن عندي هذا الخل ديال ليمبيسا وجبت واحد الدره نقيه غادي نعمل فيها هنايا الخل وغادي نمسح بون دابا عندي هنايا بينتو شريت هاد الروليتو هذا ستيتو رقيوه صراحه كان خاصني نشري شي بروتشيتا بيرو نسيت وشريت هذا دي وصالي تيرار دي بلاستيكيتو كيما كتشوفو اللي غنعدل فيه هنايا بينتوره وغادي نبدا نبنتو ان شاء الله يا ربي بوينو هما راس نوتيتات مقدرش نصبغ دابا على حساب ني حليتو جبرتو برنز يعني عادي انا كنزري برنز بيات على حساب كانو كاينه تماك الالوان كامل يعني كل وحده فيها اللوين ديالها هنايا ملي شفت هادي بيض يعني فهمت بانها في بيض ولكن نو صدق في برنز الحمد لله اللي خبعت التيكت وغنمشي نبدلو اشنو اليوم مجدودين بلاتي شويه غادي نمشي نشوف التيمس واش محل ولا لا سينو غادي نضطر نخلي التواده كامل تنغدى بغيت مشيت نحاول نبدل داك الطلا ولكن اليوم لا غدا ديال الريس يعني كلشي مجدود ما كاينه والو ما جبرتي يا سطا ماشي مشكل كلشي مجدود دوزنا انا وليلى اول حاجه نجيبو طانيا دوريس على حساب داك اللي كان عندي في الدار طانيا دوريس على حساب اللي كان عندي في الدار دبا ومن هنا بحال اللي مابقاش كيخدم مزيان يعني مابقاش كيبغي يحلو لنا مزيان مويبلي تحك سبحان الله تحك مبقاش معوض ومشينا نجيبو هادو من دار دختي ودابا جبرتونا دوزنا ماكدو نديو معنا شي
حاجه ناكلوها. تغداو تماك في الدار حاجه نديو معنا هيدا داغين وصافي. نتغداو تماك ممكن نلبس فريول ديسمونطار شويه ديال الموبليس موبليس اللي كاينه تماك اللي ما خصنيش منه. ما يبقاوليش تماك في الدار غادي نشوف واش غنقدر نرميهم. نهار الاثنين غادي يقولوا لي واش غنقدر نرميهم ولا خصني ندي منخبهم شي موطا. ولكن على كل خصني نفسخهم ايغوالمنت يعني خصني نفسخهم فسخهم يعني خير ما هو فسخهم نحيدو معليا باش الله عاوتاني غدا نجبر شغل اخر ما نعدل. دابا جينا بحالنا للدار كنا نعمل واحد ميني باوسا نتغدا وعاد ان شاء الله نكملوا. نحاولوا ندوز مونطار كما غتكون خصني ندوز مونطار هاد الروينه هادي كامله. نحاول ندوز مونطار هاد المسه وهادي اللي كناكلو فيها على حساب هادشي كامل ما عندي ما نعمل به. اما غادي نرميه اما غادي نخبوه شي بلاصه. بغينا دابا جبرتونا من بعد ما تغدينا طلعنا فوقي نكملو. جبرتوني كنحك هاد الباب هادي واللي قلعت لي خرين جوج صراحه هاد ماريو ما سخيتش بها على حساب مزيون صحيه عنده هنا داخل مجور عنده سانتيرياز عنده متعب يتعلق صراحه من داخل ماريو مزيون وصحيح على داك الشيء ربي كنتمنى بينتورات تصدق مزيونه. غيبقى خصني بينتور لا غير من برا يعني من هنايا ديال هادي ومن بينتور رافينا من فوق عاوتاني بينترو كامل وصافي ان شاء الله يا ربي. ومن داخل غنخليها هكذا في مارو نو باس مادام بينتور لعب الباب مزيان وصافي. دابا جبرتونا كنفسخو هاد الموبلي هذا اللي كان هنا ديال التلفزيون وصراحه مزيون بالي غير شنو عنده واحد جوج بروبليمات. اول حاجه انا ان شاء الله ربي تفاز على المبديه هادي. وثاني حاجه كبر بزاف اصلا الصالون ماشي كبر بزاف كما كتشوفوا هادشي مضيق مثل هنايا الصالون يعني داكشي شويه ستيتو على داكشي. فضلت نحيدو باش هاد البلاصه نعمل ان شاء الله الصوفا وفي البلاصه هادي نعمل نجيب مسا التلفزيون ديالي عاديه وعادي نجيب مسا الماكله هنايا وصافي. هذه الفكره ديالي على داكشي غادي نحيدو صافي غادي نشوف تا واش غنقدر نرميه ولا نخبعو سانكم شي بحال نردو الحاجه بمتعه. بوينو كيما كتشوف دينا كنخو الجهه هادي عرفتي يلاه بدينا كنخويوها سبحان الله واحد الضو واحد درت نعمل لكم هيدا باش يبان لكم حسن سبيرا بوين هادي يمكن غيبان لكم حسن عرفتي واحد الضو واحد بان عرفتي بنات الدار شوفوا او بنات الدار هذيك بنات خاصنا نحيدو هذا هذا واش شنو شويه تقح حنا نشوفو انا وليلى شنو نقدر نعملو عليه. وعملت كلشي هنايا كلشي عرمت وكلمت كلشي هنايا كلشي عرمت في الجهه هادي تنشوف شنو غادي يكون. بوينو دابا من بعد ما حيدنا ديك المبلس كما كتشوفوا في الجهه فين كانوا كاينه مبلس ملصقين كان عندهم حيط في الكريز ما فهمتوش هاد الناس عندهم مع الكريز وكحل ما تتخيلوش شحال كتسلس الدنيا بهاد الالوان هاد عرفتي كتسلس مره الدنيا. يلا حيدنا مبلس وبنات الدنيا صراحه هنايا انا ان شاء الله غنصبغوا بكره اللي غادي نعملو ان شاء الله كنظن كنظن ما تقلبش الراي ديالي وكنت كنظن غادي نصبغوا ان شاء الله في البيج ولكن خفت عندك نعمل البيج ويبقى باين هادشي هذا في الكريز على داكشي. عندي هنا شويه صباغه بيضاء كانت جابت البارح ماما دوزنا بها بستيتو وغادي ندوزوها هنا في هاد الماتشات هادو كبارين باش من بعد منين نعمل البيج يبان كلشي في نفس الكولور. بغينا عملنا اول كابا ولكن كما كتشوفوا باقي خصها شويه على حساب كولور غريس باش يبان شويه واخا ما كنظنش نقدروا نكونسيغير بيا توتالمنت ولكن بعدا كامل يبقى شي هيدا غريس بزاف. صباح الخير هذه 8:30 ديال الصباح جبرتوني صافي فقت لبست فطر هادي واحد ثلاث ايام ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش صافي على حساب وصلت بحال عنكم ثلاث شهور ولا الاخر هذا حماله ولا على حساب بالي مشغول مع هادشي هذا ضر حير ولكن مع 47 دقيقه صافي كنكون فريقة ما نقدرش نزيد ننعس ملي كنعس محط لا كنعس جوج جوج ونص سبعة ونص كنكون صافي فايقة وما قدرتش نرجع صافي كنقول اش غنبقى جالسة في الكاما انا معلقة في الشغل عندي شغل بزاف كل ما قدرت نستاهل قبلكم ما غادي نمشي بحالي قبلنا فرنسا جمعه وتروح لدير تماك وغادي نمشي لبارت وغادي نهود غادي نمشي واحد نص ساعه ديال الطريق غادي نمشي لليروي ميرلين على حساب ثلاث واحد الكاغط ديال الحيط طلبته اونلاين وغادي خصني نريكوخي عندي عندها غادي نابروفيتش نمشي تماك وغادي نتاخر حاجه تاخرين عرفتي السمد بالدنيا بغيت انا نوريكم طوبوط بيضا. شوفوا الطونوبيلات كيفاش عاملين
شوفوا الطنوبيلات كيفاش عامل. في الطنوبيل ديالي مكتوب بان احنا دابا اقل 5 درجات، يعني تخيلوا معايا. المهم عارفه واش بصح ولا لا، برو سمت البرد. جبت معايا واحد الحاجه، كنت في الدار اختي ما بقيتش نردو مع هذا الماء. انا كنعمر هادي بالماء الدافيين، يعني ماشي سخونين سخونين، دافيين وصافي. كنتمنى تقدني، خصني نعملها هنا في الطنوبيل، نحدك بها شويه الجاج. بوينو جبرتوني هذيك وسط ليروي ميرلين، عرفتي جات تقريبا تركنوا الطنوبيل متسلجه، هذاك شويه بشويه بالشميشه بقات كدب. السم دبرت صراحه، باقي كامل دوز على دوز. جبرتوني كنقلب على الجهه ديال البينتورا ديال الدار، كتبان لي فمات فين مخبعه. بوينو انا كما قلت لكم خصني شي كلور يكون في البيج، كاين هاد البيج هادو كاملين وما عرفتش شكون منو نقدر ندي. كاين هادو وكاين من بعد هاد البيج هاد، هذا عجبني. ما عرفتش عبالكم زين في الكاميرا، هذا عجبني. انا غادي نزيد نشوف. فهنايا عندهم انواع واشكال ديال الكواغط كاملين. شوفوا انا طلبتهم اونلاين، يعني انا اللي عملت هي طلبتهم اونلاين وعندي نهزهم هنايا وصافي، يعني واجدين. ما عرفتش سردوهم من المانيا، ما عرفتش كاينه هنايا اصلا، ما كيبانوش داك اللي شفت انا هنايا. انا كنظن اصلا ما كايناش، يعني طلبت بحال لكم من المانيا ريكو خي دانتين لا حساب امبيون دار، ما كنتش عطوني عمل لي داغيان. لقيت واحد الكاغط حمقني، شوفوا شوف شحال مزيون في ابيض، في هيدا في واحد الدتايس هيدا الذهبي شنيون راه كيحمق. بوينو انا هزت الثلج ديال البينتورا دابا من بعد ما خليت السخرة ديالي في الطونوبيل. جبرتوني مشان من برا عندهم واحد جابين كتمشي تهز بيوس اللي عملتي اونلاين. وهو الطاقط ديالي ديت جوج نكومدور وجوج نبت الناس، هادي الفوقاني بدات الناس. ودابا خصني نمشي للمدينة ديالنا، نرجع في حالي للدار، كان باقي شاد التليفون ديالي هو هنايا. المهم ابارتو خصني نمشي نشري بينتورا ديال اللوح. بينتورا ديال اللوح علاش مشيتهاش من ليرو ميرلين؟ على حساب كنخاف عندك من بعد ما تقدريش ولا شي حاجه، ونبغي نشري اخر من جيت لهنايا. على حساب عندي تقريبا 35 دقيقه باش نوصل حتى لهنايا، داك الشيء فضلت نشري من فراتيريا تماك من المدينه ديالنا وصافي. ودابا اخيرا كملت السخره، من 8:30 منخرج دابا 11 عاد كملت السخره كامله. جبرتوني غادي نهز هاد السخره هادي وغادي نطلع من الدار وغادي نبدا الشغل. ما بحال اليوم ماشي معايا حتى شي واحد، غادي نحاول نافانسر داكشي اللي قدرت. طبعا ما نهزش حتى حاجه ثقال، ما نعمل حتى شي حاجه اللي غنقول لكم اللي تكون خطر عليا. هذا من داكشي اللي غنقدر عليه. شوفوا شنو وقع لي، طاح لي الطاس وتهرس. لا حول ولا قوه الا بالله، قلبت وداغين بديت شي تهرق. هجرتني كنقي صراحه تماما، كنتمنى يا ربي ما يكونش فيه هرق بزاف، يبقى لي يقدني باش نبان داك الحيط هذاك. بغينا جبرت نطلع بحالي من فوقي، بغيت بحالي نبيت نعس. اذا عقلتو البارح كنا انا وليلى فسخنا هاد البيبان ديال ماريو، اذا عقلتو حكيناهم مالي حكيناهم ومسحناهم. ودابا جات تاعي الصبيغه، كنت غنصبغهم البارح ولكن صدق شي سبينتر اللي مجي هي ماشي معوطه. ودابا عاد غادي نصبغهم ان شاء الله يا ربي، عندي هنا كلشي موجود. مشيت لفراتيريا وشريت هاد الطاسات ديال بينتورا، هذا ديال ماديرا وديال سوبر فيتي ساخرين، غنكتب هنايا بالي. قالو هادي احسن ماركة عندهم، واحد بلانكو بريانتي فيه شوية بريو وكاين 15 يورو 50. ديت فهاد الساعة غدا غير طاس واحد وغادي نبدا به. دا شوف مقادنيش ديك الساعة ان شاء الله نمشي لفراتيريا. عندي هنايا روديتو، شريت بروت شا مرعب واخا مكنوش نحتاجها ولكن شريتها. وكما قلت لكم البارح فسخناهم، حكيناهم باللي خاص، شوفوا حكيناهم مزيان ومسحتهم بالدره والخل. ودابا غادي نبدا ان شاء الله نصبها. بسم الله صراحه خوفنا واحد شويه، لا سبتي دابا طلعتي معوض غيمشي بلان كامل في الزيرو. بسم الله كاسي، بسم الله بسم الله بسم الله توكلت على الله. شوفوا صبغت تقريبا نص دماريو، ومن بعد ما صبغت بالي دابا غنشبر بروتشه هيدا خاويه وغادي نبقى نهبط هيدا. يجي كلشي سنتيدو واحد، ما يجيش هيدا مخربق. شوفوا كتشوفوا الفرق، تبرم هنا فوقي كتبقاو هايلين هايلين.
وكما كتشوفوا ما يخرجش من كابا وحده. اصلا كنت متخيله يعني ضروري خصني نزيد وجه اخر، غادي نكمل جهه هذيك ومن بعد ان شاء الله غندوز هذا، وان شاء الله يمكن في العشيه ولا غدا نرجع نعدل له وجه اخر. بوينو انا كملت البيبان، كاين اللي جاو ماس بيرفيكت بحال هذيك وكاين اللي جاو مينوس بيرفيكت بحال هادي. البيبان هادو حتى هما باغي خصنا تماك صباغ لهم القاع ديالهم، حتى هما صباغتهم. وكما قلت لكم هذا الوجه الاول ضروري نمشيو نعملو الوجه الثاني، لابسو كما كتشوفوا باقي خصهم شويه. ودابا تبعتوني غادي نصباغ غير تماك هذا فوقي وهاد الجهه هادي صافي. بيت من كيشافوا بيبان فوقي جرتني هاو التلتحيت، بغيت نصبغ هاد الكوميدور هذا. هذاك الشيء شريت هاد الصباغه هادي واخا تهرست لي، قلبت هاد المقلوب تهرست لي من هنايا. المهم بغيت نصبغ الكوميدور بديك البنتور هذاك اللي وريتكم، وجبت نشيت هادو من بازار وكنغطي هاد الدجاج هذا. الدجاج هذا كيضرب لابابو لاوري، وما بغيتوش يتوسخ ولا يوقع له شي حاجه. غادي ندوز على هاد الدجاج، على السارس هذا ديال الضاو، الحاجات اللي قدرو توسخوها مثلا هذا في كحال ما بغيتوش يتوسخ، حتى هو نعمل له هاد تقدتني يا بارتي ما كرهتش ولكن ما كانوش عطيني الوقت حتى كنقصي سرا. المهم ما كرهتش ندوز السنطه من فوقي باش نخلي كلشي واجد. هذا قدرنا نصبغوا اليوم مزيان وما قدرناش نهار اخر ان شاء الله يا ربي، ولكن بعدا كنخلي هادشي هذا واجد. بوينو شوف بان بيبان شافو، ودابا غادي نعملو كابا الثانيه ان شاء الله يا ربي. شوفوا الفرق بين البريميرا كابا والثانيه، صراحه بان الفرق بزاف. واخا كنظن غادي نزيد نخلي هاد الشاف، يمكن غدا غادي نزيدها الوجه الثالث، غادي نزيد بريس كابا كنظن. وانا على كل عندي نصبغ نزيد الثانيه ونمشي بحالي للدار نتغدى. وانا حابه دابا باش نمشي بحالي للدار نتغدى. شوفوا بندوره التليفون في يدي، تيدي باقا بندوره، بغيت نمشي للدار نتغدى وما عرفتش غنرجع في العشيه ولا صافي غنرجع حتى للغدا. صباح الخير صباح النور، هذا النهار الثاني على حسب البارح ما رجعتي في العشيه صافي تغديت تهلكت بقيت جالسه في الدار. طاري الصراحه بقى كيحرق من دوز عشيه كامله وانا عامله قريبات السخانه في طهري، درت لي واحد الماساج بالزيت واخا زعما كتشوفوني هكذا. بالنسبه لي ما عرفتش ولا بدا كتفرج البلوكس ديالي، حامله عندي واحد البنوت تفكريته ديالي الله يجبنها بخير وعلى خير، الاخر ديال شهر السابع. وبديت شويه بشويه بدا الواحد كيحس شويه بالثقل. مهم على كل اليوم عزيز، جيت معايا ماما وجيت مع مسخاي وخاي، مسخاي كان بهم من تحت وانا جالسه هنايا. جيت نعمل سيغوندا كابا، غادي نعمل نو سيغوندا نو تيرثا، نعمل ثالث كابا من هاد مولات هادو على حساب باقي خصهم شتيتو ما بانوش شي بزاف، باقي خصهم الصراحه كنتمنى ما نطرش نعمل رابعه. على كل قبل وحده خصو يبان لي اللي غادي يبان لي واش غادي نزيد الرابعه ولا لا، على حساب فريت ريح حدا الدار وكتشد مع الوحده. خصني قبل وحده نكون عرفتها واش خصني نمشي نزيد نشري طلع سمع قدنيش هاد الكوادرو كاباس ولا صافي. بغيت نصور لكم عشان غايبان لكم يعني باستانت بيان صراحه الله، ولكن اذا شفتوا باقي شويه شنو نقرب لكم. شفتوا بحال مثلا هنايا باقي خصها شويه، ان شاء الله ربي بكابا اخر تكون سوفيسيانت. انا من الوانتس واخا صراحه الوانتس ديال الكوزينه ولكن البارح يدي بقاو مبهدلين. من الوانتس هذا مثلا هاد الشاندال باقي لي شي بزاف، كابا اخرى كنظن تعمل عليه ولكن الرابعه ما تعمل عليه شي. بسم الله ملي هبطت لتحت لقيت ماما ومرات خاي بداو كيصبغوا كوميدور. صبغت غير جوج ديال الحيوط على حسب واحد غادي نعمل فيه كاغيط. بالنسبه للكولور ديال الحيط صراحه ماشي هو نفس الكولور اللي كان كيبان لي في الحانوت، برو بوينو حتى هو مزيون ما بهش، غير شنو تمنيتو كان بارد شويه اكثر على هكذا. دابا خصنا نهزو هاد اللون هادي كامله اللي كتشوف هاد الجهه هادي اللي كيما عارفين باقي ما عرفتش شنو غادي نعمل بها. منين حد ما عاد غادي يردوا ليا وخصني نحيدها كامله لجهه اخرى باش نقدر نعدلو كاغد. بوينو دابا حيدنا هاد الروينه اللي كانت عندنا هنايا، نشوفوا الدنيا كيفاش عامله. قلتكم الدرجه انا خانزه الصراحه. ودابا غادي نعملو ان شاء الله كاغد ديال الحيط، غنوريكم كاغد اللي شريت. وكاغد اللي شريت من الحيط هو هذا، شريتو كما شفتو البارح كما وريتكم، شريت ليروي مرلين وجبتو ومشيتو اونلاين. دابا بغيت نخلي لكم اللينك تحت، عجبني على حساب جاب واحد الديكور هايده بحال ديك الصباغه ديال المغرب، فيها شويه بيج مع مارون، بونو بيج فورتي بيج فلوخو ديفرنتيس تونوز دي بيج. وشريتو كورولو فيه 50 على 10 مترو، وكورولو يمكن تقام عليا 24 يورو.
اول مره غادي نلصق هذا النوع ديال الكاغيط، اول حاجه عملت عبرت الحيط شحال خصني باش قطعت الطرف اللي غادي نحتاجها فيه. من بعد ما قطعنا الكاغيط غادي نلصقوا بهاد الكولا هادي، هذا من الكاغيط اللي كتعمل الكولا بارتي، يعني كتجيش فيه الكولا ديالو. هذا شريته من فراتيريا، مكتوب هنايا كولا بارا بابيل الفينتادو، تقام عليها 2.70 كما كتشوفوا. وهذا عندكم استعدلو بريبارادو ديال حتى 6 ديال اليترو، يعني هو بولب كتخلط مع الماء. ومن هنا اللوري مكتوب انستروكتيون كاملين. بالنسبه ديال الكولا كتخلط بالماء، حنا استعملنا يترو كفني باش نعدل جوج ديال رولوز ديال 10 ديال المترو، هكذا باش يكون عندكم العبر. وبدينا كنعدلو، هذا كان اول طرف عدلناه، ومن بعد بقينا كنعدلو شويه بشويه. سمحوا لي ما سجلت لكم شي داك الميثود ديال تعديل الكاغط، ولكن صراحه كنا مركزين وخصنا نعملو داك الشغل معهوط، وما كانش يبان لنا مره مع الكاميرا، وكنت معايا مره كنتفكر كنصور لكم هكذا شويه. كتعملوا الكولا في الحيط ومن بعد كتلصقوا الكاغط هنايا. من بعد كنحيد بكوتر بالطريفات اللي خارجه وهدا خارجين، وهذا الشكل النهائي ديال الكاغيط. عملت نتاحت واحد المويبلي كيما عاد تشوفوا تما، كاين واحد الديفو في الكحل، ولكن هذا كنا باقيين عاد كنغطيوه. بون دابا باب شافوا هادي كابا الاخرى، انا كنضم بركه عليهم، عادي نزيدهم كثر في هاد الساعه هادي، كنضم بركه وغادي نحطهم نلصقوهم دابا نرجعهم في موضعهم نركبوهم ونوريكم الشكل النهائي. وانا هما اليوم صبوغ كما شفتوا مع الاخر، صباغت هنايا فوقي، صباغت هاد الجهه هادي هنايا تحت، ومربع لاضيو هذا لاضيو اخر خليته هيدك ماشي مشكل. المهم يبان من برا يكون معوض هيدا، ومن داخل يعني ماشي مشكل، واخا يكون مارون من داخل ومن برا بحال نقول لكم بيض. وهذا هو الشكل النهائي د ماريو، باش نو كنا واحد جوج الحاجات نوريهم لكم عن قرب. اول حاجه ان شاء الله ربي خصني نبدل هاد اليدين هادو فالي. ثاني حاجه ركبنا، يمكن ما عرفتش ركبو مزيان بيبان، على حساب هادو ديال هنا جاو مفرط شويه على بعضيتهم، شوفوا وهادو جاو فوق بعضيتهم. ضنيت بان خصني نحيد واحد من الجهه هادي ونهب الجهه الاخرى. نعاود نفكركم كيفاش كان ماريو وكيفاش ولا، وهنا غادي نشوف معكم بلوك، نتلاقاو ان شاء الله في بلوك جديد اللي غادي نعمل فيه كاغد بيت نعاس.